أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن الشيطان لربه كفورا. وإن قل لهم قولا
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد
ولا تقف ما ليس لك به علم إن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله